عدة أسباب فيها تؤدي بأنه البنت تمارس تصرفات أو رياضات تعتبر بالمجتمع الذكوري. أول سبب نفسه هو اضطراب بتكوين هويتها الجنسية. إذا كانت البنت بعلاقتها مع أمها بتشعر بالنقص أو بأنه أمها ما أظهرت لها الحب والدعم الكافي بحياتها. من ناحية تانية إذا كانت الأم شخصيتها كتير ضعيفة أو ممحية، البنت كمان رح ترفض هيدي الصورة ورح تعمل ردة فعل بأنه تقلد التصرفات المعاكسة الذكورية. سبب نفسي تاني كمان هو إذا البنت بعلاقتها مع بيها هي علاقة من المنافسة أو بيا بحسسها بالنقص أو بالدونية، هيدا الشيء بيخلي البنت تكون عم بتنبش على المساواة مع بيا من خلال هيدي الرياضات. سبب ثالث هو سبب جنسي، إذا البنت تعرضت بحياتها لحالة من التحرش أو من الاعتداء، هيدا الشيء بيخليها تلجأ لهيدي الرياضات كرمال إذا تعرضت لاعتداء تاني تحس حالها جاهزة حتى تواجهه. البنت يلي بتمارس هيدي التصرفات الذكورية تكون عم تخسر جزء مهم من هويتها الجنسية ومن تصرفات يلي المجتمع بيعتبرها أنثوية. بالنهاية ما فينا نحكم على البنت من خلال تصرفاتها الذكورية ونحجمها بنظرة أنه هي مسترجلة، لأنه هي بالنهاية بتضل بنت، هي بغريزتها فيها حب وحنان بتخلق معها، وهيدا الشيء اللي بيساعدها انه تصير ان البنت بتضل بنت والشاب بيضل شاب.